لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي متمثلة في قول الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هي سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق مع بعضهم. جاءت هذه القاعدة وهذه السنة في سياق آيات سورة فاطر، في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هؤلاء الكفار المعاندون أقسموا بالله أشد الأيمان لئن جاءهم رسول من عند الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. هذا قسمهم، فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه. وليس إقسامهم لقصد حسن وطلبا للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل. وكما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لذا ليس ينتظر هؤلاء إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بأمثالهم الذين سبقوهم، لأن طريقة الله لا تتبدل ولا تتحول. وإذا تأملنا في هذه الآية، هذا الجزء من الآية، نجد لها أمثلة كثيرة في القرآن وفي الواقع. من الأمثلة التي ذكرها القرآن على هذه الآية تطبيقا على هذه القاعدة ما قصه تعالى علينا من مكر إخوة يوسف بأخيهم. هم كانوا عصبة وأرادوا أن تكون لهم الحظوة عند أبيهم يعقوب عليه السلام، أرادوا إذلال يوسف وإبعاده عن أبيه، أرادوا أن يحبهم أكثر من حبه له. فماذا فعلوا؟ دبروا ما دبروا من مكيدة القتل، فألقوه في الجب ثم باعوه بثمن بخس، ثم عرضوه بعد ذلك لفتنة المراودة وعرضوه للحبس والسجن. كل هذه الابتلاءات ليست في الحقيقة إلا رفعة ليوسف عليه السلام وصناعة له. وكان بعد ذلك وبعد أن انتهت أيام المحنة كانت النتيجة عكس ما أراد إخوة يوسف. أرادوا وضعه فرفعه الله، أرادوا إذلاله فأعزه الله، وكان العكس عليهم، أذلهم الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. انظر للذل الذي عاشوه، بل قالوا: تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، إلى غير ذلك. أبى الله، وهذه قاعدة، إلا أن يذل من عصاه. قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم كان من فضل الله عليهم أن تابوا بعد ذلك، بعد أن آذوا أباهم وأخاهم بأنواع من الأذى، فعاد مكرهم على غير مرادهم، وفاز يوسف بالعاقبة الحسنة. من ذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل عمن كادوا عيسى عليه السلام. قال الله: ومكروا مكرا، قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أرادوا قتله فرفعه الله عز وجل. تحايل المشركون أيضا بأنواع من الأذى لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكانت العاقبة الحسنة له أيضا صلى الله عليه وسلم. ولما كان المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما، سلاه الله بآية تبعث على الثقة والطمأنينة والأمل والراحة. قال الله عز وجل له: ولكل من كان على دربه
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله حافظه من المكر والكيد لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه لكن العاقبة مضمونة ومعروفة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. لذلك الذي يطالع أحوال الناس الآن وأحوال المسلمين والأمم المسلمة إن لم يكن على علم بهذه القواعد وتلك السنن يصاب باليأس والإحباط. لكنك إذا أيقنت أن هذا هو دين الله وهو ناصره بذلت ما قدرت عليه وما استطعت وأحسنت التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا أكثر في هذه الآية لا يحيق المكر السيء إلا بأهله نجد أن الله عز وجل أضاف السوء إلى المكر المكر السيء. لما؟ لأنه ليس كل مكر يذم، هناك مكر يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله، وكما في السنة اللهم أمكر لي ولا تمكر علي. فالله عز وجل يقابل مكر أعدائه بمكر وتدبير لأوليائه سبحانه وتعالى. فتأمل أيضا في قوله تعالى يحيق، إذا قلنا مثلا فلان حاق به كذا تشعر بالإحاطة التامة أن هذا المكر السيء الذي يفعله هؤلاء كأنهم في وسطه والشر سيعود عليهم وسيرتد إليهم. ثم تأمل في إتباع هذه القاعدة بقوله تعالى فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين لك أنها قاعدة مضطردة، يعني ليست حدثت مرة ولا مرتين بل هذا هو الأصل. وكذلك أن هذا ليس فقط للأنبياء والمرسلين بل لكل الناس، كل من ظلم وكل من كان له حق قد ضاع عليه وصبر ونحو ذلك، فإن من مكر به فإن الله عز وجل آخذ له حقه في الدنيا والآخرة. الله عز وجل لا يحب الفساد كما قال في الآية الأخرى، وعبر كثيرة من حوالينا تبين ذلك. انظروا إلى فرعون كم كاد لبني إسرائيل، كم قتل من الأطفال، وكم كان في عتوه وتكبره وجبروته، كيف صار وإلى ما صار، وكيف قص الله عز وجل علينا أيضا قصة مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق أيضا، أين هم الآن؟ أرواحهم تعرض صباح مساء على النار في القبور والعياذ بالله في النار، وأما مؤمن آل فرعون فنجاه الله عز وجل. مثال آخر، الإمام البخاري رحمه الله كان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك، يقولون الناس بتتكلم عليك، الناس بتذمك، أنت شوف أنت كيف تواجه مثل هذه الكلمات الآن. ماذا كان يفعل البخاري؟ كان يقرأ قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقرأ قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقالوا له كيف لا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فيقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول لهم النبي كان يقول للصحابة اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهناك أيضا أمر آخر ربما لا يعلمه ولا ينتبه له كثير من الناس، أن هذه القاعدة أيضا تنطبق على من يمكر بالله ويمكر بدينه. أنت ممكن تستعظم يعني واحد يقول يمكر بالله، هو يمكر بنفسه في الحقيقة لكن هو يمكر بدين الله وبشرعه، يتحايل على الشرع كالذي يتحايل على أكل الربا ببعض المعاملات أو يحتال على بعض الأنكحة ونحو ذلك. فحتى كان بعضهم قد ألف كتابا وسماه كتاب الحيل. إيه كتاب الحيل؟ يعني أي واحد وقع في ورطة أو في مشكلة بيقول له تعمل إيه عشان تطلع زي الشعرة من العجينة وما بقاش عليك ذنب ولا إثم. يعني إيه؟ واحد مثلا طلق مراته 3 طلقات وطلاق واقع كله، لا هيلاقي له حيلة في الكتاب ده.
أنت تحتال على من وتمكر على شرع من وعلى دين من؟ حتى ابن القيم رحمه الله يشير يعني لو أن إبليس كتب هذا الكتاب ما يكتب مثل ما كتب هذا الرجل والعياذ بالله تعالى، الذي يدل الناس على كيف يحتالون على شرع الله والعياذ بالله. وذكر ابن القيم أمثلة فقال: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أن من عاش بالمكر، احفظ القاعدة دي، أن من عاش بالمكر مات بالفقر. أن من عاش بالمكر مات بالفقر. الإنسان بيحتال على الناس في المعاملات ويتعامل بالربا ويحتال على شرع الله عشان عايز يزيد وعايز الأرباح تزيد، يموت فقيرا. ولهذا عاقب الله عز وجل على عاقب الله من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجذاذ أو الجذاذ بحرمانهم الثمرة كلها، يعني أصحاب الجنة وغدوا على حرد قادرين، وقبلها قالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أبوهم كان يخرج الحق الذي عليه في هذه الثمار، هم قالوا لا احنا مش هندي المساكين ومش هنطلع حاجة منها، وتعالوا نطلع بدري قبل المساكين ما يجوا ونقطف الثمر ونخلص، يجوا ما يلاقوش حاجة. راحوا ما لقوش فيه جنينة ولا بستان. شوف كده، تخيل كده إنسان رايح بيته ما لقاش بيت، ما لقوش أثر لها أصلا، أرض محترقة. مكروا فمكر الله عز وجل به، أرادوا إسقاط نصيب المساكين فأضاع الله عز وجل عليهم كل أموالهم. بعض الناس دلوقتي يجي يتكلم في موضوع الزكاة، بس يا مع الشيخ يعني أنا هطلع مليون جنيه زكاة ولا 3 مليون؟ طب ما أنت عندك كام، ما أنت عندك كام مليار، أنت بتبص في مليون زكاة وعندك 100 مليار ولا 200 مليار؟ وتبصش في البيوت اللي الناس مش لاقيه تاكل او مش لاقيين حاجه يلبسوها او عايشين تحت خط الفقر، ده ما فيش خط اصلا. فيما تنظر تلاقي الشخص ده تلاقيه يبتلى بجائحه، يبتلى بصاعقه والعياذ بالله تعالى، كما جاء بعضهم الى بعض القضاه الشرعيين يشكو ان صاعقه نزلت من السماء فقتلت 700 راس من الماشيه او من الغنم. فقال له القاضي: لعلك لا تخرج زكاتها. فالراجل حط وشه في الأرض ومشى، حط وشه في الأرض كده ومشى، خلاص هو خلاص عرف لماذا أهلكها الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الذي تخرجه من الزكاة هو سبب البركة ونماء المال. قد أقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينقص مالك. عايز إيه بعد قسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 أقسم عليهن. هو لو قال لنا من غير ما يقسم نحن نصدقه، كيف لو أقسم؟ يقسم على أن الصدقة لا تنقص المال، ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة تزيد المال وتنميه وتبارك فيه، وأفضل وأعظم من ذلك أنها تطهرك من الشح والبخل وتزيد إيمانك، وهي برهان على إيمانك. الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر قال: وعاقب من احتال على الصيد المحرم، اللي هم مين؟ أصحاب إيه؟ السبت، بأن مسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله. وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالباطل بالربا، يعني بأن يمحق ماله، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شو بيقول ابن القيم؟ خد بالك، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. يقين في شرع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. قال: وأصل هذا أن الله جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. ربنا جعل العقوبة بضد ما أراد، يعني مثلا إنسان قتل أباه ليرث، تجد العقوبة لا يرث القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بضد ما أراد. وهذه قصة واقعية أختم بها، حدثت لبعض الناس. هذا الرجل كان يمتلك بقرة لا يمتلك سواها، باعها 3000 ليرة وقبض الثمن ووضعه في كيس ثم دسه في وسطه وتوجه إلى منزله وعليه علامات الحزن والحسرة. ليه؟ هنعرف دلوقتي. علمت زوجته ببيع البقرة التي يمتلكونها فأخذت تعزيه عن فقدها، لأن ما يبقى بيت وأسرة ما عندهمش إلا بقرة، ده هي إيه؟ بمقامة ابن من أبنائه، ماخد بالك، يشربوا منها ويأكلوا منها ويعملوا بها الأرض إلى غير ذلك، فبالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي.
عشان كده تلاقي حتى إلى الآن بعض الفلاحين والناس الفقراء الغلابة لما يحصل مصيبة مثلا والبقرة تموت، يوم يربطوا الأحداث بالبقرة، يقول له بعد البقرة ما ماتت، ده قبل ما تموت بشهرين. خدت بالك؟ زي كده إيه، زي حادثة الفيل، العرب كانت تأرخ بيها، خدت بالك؟ فأخذت تعزيه عن فقدها وتمنيه بأن الله سيعوض عليه بأحسن منها. جاء الليل وآوى الناس إلى منازلهم من شدة البرد، جلس الرجل وزوجه في غرفتهما المتواضعة، وبينما كانت أم حسن تعلل طفلها بالرضاع الكاذب لتحمله على الفطام، إذا بطرقات خفيفة على باب الدار. معايا ولا إيه؟ إذا بطرقات خفيفة على لقيت الباب بيخبط، فتح أبو حسن فإذا برجل يرتجف من شدة البرد والمطر ويقول: غريب، ألجأني البرد إلى قريتكم لا أعرف بها أحدا، وأنا في طريقي إلى حمص. فقال أبو حسن: ماذا نستطيع أن نقدم لك؟ نحن أسرة فقيرة، بيتنا ضيق لا يساعدنا على استقبال الضيوف. فقال الغريب: أرجوكم، البرد شديد، اسمحوا لي فقط بالمبيت عندكم حتى الصباح، لن أكلفكم أي نفقة. فقال أبو حسن: ليس لدينا سوى هذه الغرفة، هو بيته كله إيه؟ غرفة واحدة أنام بها أنا وزوجي وطفلنا الصغير، فاعذرنا لعدم وجود مكان. فقال: أنام في هذه الزاوية. شوف الرجل مسكين أوي، ده مخلص خالص. وتنامون أنتم في الزاوية الأخرى، في الجانب الآخر، ويمكنكم أن تضعوا حاجزا بيننا وأجركم على الله. رق قلب أم حسن لهذا الغريب وقالت: يعيننا الله يا أبا حسن، ولعله يرد عنا المصائب بحسنة هذا الضيف الغريب. خد بالك من العبارة دي: لعله يرد عنا المصائب بحسنة هذا الغريب. ورحب بالضيف، ثم قام كل إلى فراشه بعد أن أعدوا له ما وجدوا من غطاء وفراش. وما لبث أبو حسن وزوجه أن غطوا في نومهم، فقد أجهدهم التعب والسهر. كان الغريب يراقب أهل الدار حتى تيقن أنهما استغرقا في نومهم، وإلى جانبهم طفلهم الرضيع. فقام الغريب على أطراف أصابعه وراح يتحسس موضع الطفل، فحمله وخرج به من الغرفة ووضعه بعيدا في فناء الدار، وعاد إلى فراشه وتظاهر بالنوم. أحس الطفل بلسع البرد فراح يبكي، فاستيقظت أم حسن على بكائه وتحسست فراش الطفل فلم تجده، فأيقظت زوجها وقالت: لقد حبى الطفل إلى فناء الدار، قم بنا نعيده إلى فراشه قبل أن يضره البرد. فقام حتى وصل إلى الطفل وانحنت عليه أمه وضمته إلى صدرها وهي تقول: لهف عليك يا ولدي، ما الذي أخرجك من فراشك في هذا البرد الشديد؟ وما كاد أبو حسن وزوجه يتجهان بطفلهما نحو الغرفة حتى خر السقف وانهدمت الدار. هم خدوا الولد ولسه راجعين على الايه، على البيت، السقف ايه، وقع. فوقف واجمين وسمع الجيران فرقعة الخشب وسقوط السقف، فجاءوا ليسهموا في الإنقاذ. فقال أبو حسن: يا ناس، عندنا ضيف في داخل الدار، يجب أن ننقذه قبل كل شيء. دخل أبو حسن بصحبة بعض الجيران وسعوا إلى موضع الضيف فلم يجدوه، فأخذوا يرفعون الأنقاض حتى وصلوا إلى سرير أبو حسن، وإذا بالضيف ميتا تحت الأنقاض وبيده كيس النقود. وإذا بالضيف ميتا تحت الأنقاض وبيده كيس النقود، وقد أخرجه من تحت الوسادة التي ينام عليها صاحب الدار. إيه القصة؟ حضر هذا، كان هذا اللص قد حضر السوق ورأى أبا حسن وهو يبيع البقر ويضع ثمنها في الكيس، فقرر سرقة الثمن ورسم الخطة لاختلاس المال من الرجل، فتبع أثر صاحب البقرة من بعيد حتى رآه يدخل الدار. فلما أذنوا بالمبيت حمل الطفل ليلا إلى خارج الدار وتركه يبكي ليخرج أهله فيتسنى له أخذ الكيس. يعني هو أصلا دي حيلة مترتبة، هياخد الطفل يحطه بره، ويوم أبو حسن أم حسن يطلعوا يشوفوا الإيه الطفل، ياخد هو الكيس وإيه، شوف الترتيب، يمكرون ويمكر الله، هو ده مكره، لكن الله مكر به. وقد رأى أبا حسن يدسه تحت الوسادة، كان اللص يضع الخطة وكان الله له بالمرصاد.
فما كاد ينفذ خطته حتى أذن الله بتعجل العقاب لهذا الماكر منكر الجميل، وأن ينقذ الطفل وأهله من سوء المصير. فأوحى الله، فكان الله عز وجل بهذه الجنود أنثارت ضد هذا الرجل الظالم الماكر، وسقط السقف على اللص فقضى نحبه تحت الأنقاض. فلئن غفل الإنسان فإن الله لا يغفل، ولئن مكر الإنسان بغيره فإن الله عز وجل لا يظلم. وفي القصص عبرة لمن كان له قلب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن نستفيد من هذه العبر، وألا نكون عبرة لغيرنا. نعوذ بالله من المكر، ونعوذ بالله من الخداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.